سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: نويت أن أصلي راتبة العشاء في البيت فنسيت، وعند صلاة للوتر وبعد تكبيرة الإحرام تذكرت أني لم أصلي الراتبة، فهل يجوز تحويل النية؟ يجوز تحويل النية من العبادة إلى مثلها أو أقل منها، ولا يجوز تحويلها إلى ما هو أعلى منها. فلا تحول النافلة إلى فريضة، بينما تحول الفريضة إلى نافلة في أثناء العبادة، وتحول النافلة إلى مثلها. فإذا تحولت بنيتك إلى تجعلها راتبة للعشاء ثم توتر بعدها فلا بأس بذلك.